سمعت الارقام بتاعت رونالدو وميسي والكلام ده ولا ما اللي انا قلتها في الاول؟ الارباح بتاعتهم من الانستجرام. الارباح بتاعت رونالدو من الانستجرام 48 مليون دولار طبعا، هو اكثر من ميسي 24 وديفيد بيكم 11 مليون دولار. 24 مليون دولار برضه اكثر يعني شخصيه يعني عندها متابعين في العالم على الانستجرام كريستيانو طبعا، يعني واحد من الاساطير، يعني خاصه ان مثلا بدايه السوشيال ميديا كانت مع بدايه رونالدو. فالناس بقى من ساعتها طبعا لغايه دلوقتي، فوصل لعدد متابعين كبير جدا، وهو طبعا اسطوره، يعني يعتبر اسطوره في هو اسطوره احنا عارفين ان هو اسطوره. انا بتكلم على الخساره اللي خسرها 6-7 ساعات. طبعا الخساره مهمه جدا، بس يعني السوشيال ميديا بقت اسلوب حياه، يعني دلوقتي مثلا عشان تتابع الاخبار، يعني انا عايز اشوف مثلا المؤتمر الصحفي بتاع كارلوس كيروش النهارده مثلا، فبقى على طول بفتح الفيسبوك عشان اجيب، متعود على كده مفيش بقى، فروحت ناقل لليوتيوب. يعني الاكونت اللي كان شغال، الحاجات الابلكيشن اللي شغاله اليوتيوب، فاضطريت اشتغل على القناه عندنا وانت تعرف. سهله يعني، فاهم؟ فاللي هو ايه، الابلكيشن طبعا غير تويتر كان شغال كويس، تليجرام الناس كلها حتى نزل، في ناس شفتها منزله تليجرام بالهبل، بيوصل لك رساله اول ما بينزلوا كده ان هم نزلوا. فاكيد الابلكيشن الثانيه كسبت كتير جدا يعني. لكن في الاخر هي حاجات وخسائر كثيره جدا هنعرفها اليومين اللي جايين اعتقد. هيتقال مين خسر ايه وخسر كام في 6-7 ساعات اللي فاتوا دول، لانه موضوع مهم جدا.